في عندنا تصريحين بعد هذا الحكم، تصريح من مرتضى منصور وتصريح من محمد عثمان محامي النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب. تصريح الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الراجل قال أنه بيتمنى أن يكون هذا الحكم هو نهاية النزاع مع الخطيب حفاظا على استقرار مصر وغلق هذه الصفحة، لأن مصر في حاجة إلى الهدوء وعدم افتعال المعارك الوهمية، وذلك حسب ما أكد مرتضى منصور في تصريحات خاصة للموقع الرسمي. على المستوى الآخر، محمد عثمان محامي النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب قال إن دي واحدة من أربع قضايا ما زالت متداولة في المحاكم ومحجوزة للحكم في 17 أبريل القادم. يعني كلمتين ونص كان تعقيب مرتضى منصور، أول رد فعل وتعقيب على حكم البراءة، قال إنه يتمنى إنها تكون صفحة واتقفلت حفاظا على هدوء مصر، وإنه يعني الكابتن محمود الخطيب يقفل هذه الصفحة وهو كمان كمرتضى منصور يقفلها بلا رجعة، علشان خاطر ما فيش حد فاضي لافتعال أي مشاكل. الأستاذ محمد عثمان محامي النادي الأهلي كان له تصريحات برضه قصيرة جدا، قال إن دي قضية واحدة من مجموعة قضايا متداولة في المحاكم، وإن في منها محجوز للحكم في 17 أبريل القادم، وهم حوالي 3 أو 4 قضايا خاصين بالكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي. دي عرفت، علشان أشرح لحضراتكم بس وتبقوا عارفين، عرفت إعلاميا بقضية الساعات. يعني عرفت إعلاميا بقضية الساعات، ويمكن اليوم السابع شارح شوية تفاصيل الحكم بشكل يعني بشكل موضح أكتر، بيبين إن هي قضية الساعات الخاصة بالهدايا والساعات والكلام ده. يعني في اليوم السابع كاتبين، وكان المحامي محمد عثمان محامي النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب وباقي المبلغين تقدم ببلاغ إلى معالي المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 10 سبتمبر 2019، أي منذ 3 سنوات تقريبا، ادعى فيه أن المستشار مرتضى منصور قذف وسب المجني عليهم ونشر أخبار كاذبة عنهم، حيث اتهمهم هو ده بقى اللي هو الناس اللي بتسأل القضية دي بتاعتي، اللي جاي ده هو بيفسر لك القضية دي بتاعتي بأنهم تلقوا من السيد المستشار تركي الشيخ عدد كبير من الساعات الثمينة والقيمة والتي تقدر قيمتها بحوالي 10 ملايين جنيه، واحتفظوا بها لهم ولأسرهم. كما تلقى الكابتن محمود الخطيب مبلغ 263 مليون جنيه من المستشار تركي الشيخ بغرض صرفهم على أمور تخص النادي، ولكنه أخذهم لنفسه، مما دفع المستشار تركي الشيخ إلى تقديم بلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا، اتهم فيها محمود الخطيب بالاستيلاء على هذا المبلغ لنفسه والتهرب منه. كما تلقى مبلغ 6 ملايين جنيه مصري قبل الانتخابات التي كان ينافسه فيها السيد محمود طاهر. ده تفاصيل القضية. الحكم زي ما قلت لكم كان بالبراءة، استأنفت على النيابة. النهاردة بقى قبل استئناف النيابة شكلا، وفي الموضوع رفض، وحكمت المحكمة ببراءة مرتضى منصور وعدم جواز استئناف الكابتن محمود الخطيب، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة. ده بالضبط اللي جاء في الحدوتة بتاعت هذه القضية، لأن الموضوع زي ما أنتم عارفين له أكثر من جانب وله أكثر من طرف، وناس كتيرة جدا اتكلمت فيه بشكل أو بآخر عن طريق إنه هو يعني شيء إعلامي وشيء مهم للغاية ومهم جدا جدا جدا، وتداوله يعني بحكم شعبية محمود الخطيب وجماهيريته، وبحكم شعبية مرتضى منصور وجماهيريته وخلفهم نادي الأهلي والزمالك
أخد حجم كبير جدا، عشان كده حبيت أشرحه لكم بالتفصيل. ويمكن في الزميل محمد علي أحمد في قسم الحوادث في الأهرام شرح بالتفصيل الحكم وحيثياته من جميع الجوانب ومن جميع الأمور. الأستاذ محمد علي أحمد في بوابة الأهرام كان شارح هذا الموضوع بشكل أكثر من رائع في الأهرام. يعني ده المختصر المفيد بتاع موضوع البراءة اللي صدرت منذ ساعات لصالح مرتضى منصور في قضية سب وقصف رفعها الكابتن محمود الخطيب ضده وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي مع السيد المحترم العميد محمد مرجان المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي.